Bonjour. Je sais que tu sais que je sais adnar غادي نغني واحد الغنيه واخا لان الغيام غادي ينزل الشتاء الله اعلم. انا مغياره وانا مغياره شكون اللي غناها؟ لطيفه رأفت تتعرفوها كلكم. الملحين غزال وهي غزال الحلق ديالها غزال ولكن الكلمات غادي نتذكروا عليهم يجيب الله. علاش حبيت نهضر؟ الموضوع ديال اليوم او حتى هو مذكور في القران في سوره المعوذات، واعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد، واعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد، واعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد. هي انه هذاك اللي تيحسدك او تيمكن لي يدر لك. شنو الحسد؟ هو الغيره. انا مغيار، انا مغياره، رد بالك اسيدي ملي تجي تصوب لنا لي تكست والكلمات، رد بالك من داكشي اللي تتقول، الا الا كنتي مع شي واحد عنده علم الاجتماع وتعرف الموضوع كما ينبغي. وكاين الامثال اللي تيقولوا الحسود لا يسود، عين الحسود فيها عود. هادشي كله حتى الدكالي عبد الوهاب الدكالي غنى على هادشي. غير عليك والغيرة تكوي القلب. هادشي كل ما غنبقاش نذكركم في هاد الاغاني، سيروا الانترنت بالفرنسوية بالانجليزة وبالعربية وبالصبريونة وباللي حبيتيو. هاد الحسود هاد اللي تيغير، اذا هاد الحسود il subit la jalousie et il la fait subir. Il subit la jalousie et il la fait subir. هو تعيش واحد الالم او تعيش الناس اللي قدامه واحد الالم. شنو معناتها لا جالوزي؟ لا جالوزي تتخلق معنا بحال الحب. الوليد تيخلق بنت ولا ولد فيهم واحد النغيزه ديال الحسد، وهذيك النغيزه ديال الحسد مهمه جدا، ولكن الا تنمات ورجعت مجهده خطيره. نعطيكم مثال صغير، هو عندي جوج الوليدات توام، ولا واحد كبر من واحد بواحد السن، واحد تنعطيه فوين دا ونتهلا فيه ونركبو معايا في الطوموبيل ونغرنا، والاخر فاش تخدم على هذاك الوليد اللي غوت عليه هكذا ونغطي فيه تيشوف خاه شادي وقع له غادي يبدا يحسدو. با تيحب خاي اكثر مني غادي يرجع واحد يمكن هذاك الولد اللي غوت عليه بمصلحته غادي يبدا يحسد على خاه، والنهار اللي غتمشي انت غادي غير غادي يعمل شي مصيبه مع خا. الوغ متفقين الحسد شي شويه سي ان سنتيمون، ان سنتيمون اللي تيجعلك تخاف تضعف داك الحاجه اللي عندك. مثلا معشوقه بشي واحد، مثلا عندك واحد باز غزال وشي واحد غادي يقبطو تدخل له القف، مثلا شي علاقه بينك وبين شي واحد تتوقع الخوف. هذاك الخير اللي عندك، داك الكرم اللي عندك، داكشي اللي عندك يمشي بحالو وتبقى بلاش. هذا هو لا ديفينيسيون ديال الحسد. ماتنون ملي تنحسد على شي واحد ماشي يحسد، كاين غادي نعطيكم خمسه ديال الحالات. الحاله الاولى هو انا ماشي محسد، عمل لي شقلك مراتي ولا ماشي مراتي، صاحبتي ولا ماشي صاحبتي، خاي ولا ماشي خاي، انا ماشي محسد. هذاك واعر شي شويه، لانه الا كنتي مجوج وما تديش الغايه للمراه ولا المراه ما تديش الغايه، هذاك خطير. خص بنادم يكون عنده شي شويه ديال الحسد. علاش شي شويه ديال الحسد؟ وتتشوف مراتك شي واحد تيحب يهضر معاها ويضحك لها وهي حتى هي، ولا بدا خصها تجيك الغيره شي شويه، سامح لي يا صاحبي. كاين الحسد النوع الثالث اللي دابا دخلت له، هو الحسد اون لابيل بوسيسيف. تيخصك تقبطو حتى تبقى قابض داك الراجل ولا قابض داك المرا حتى تطبق هذيك المرا. بوسيسيف إلي بوسيسيف فيوجيونيل اكسكلوزيف، ما حبيتي حتى شي واحد يقرب له، انت يا بوحدك ولا هي هو بوحدو. ولكن ما تنساش يا لالا ولا سيدي، الدات ديالك ما تتملكهاش ليك انت، الدات ديالك غتمشي غدا غدا غتضرب موتها وغتمشي بحالها. دونك وهاد الدات اللي تتهضر عليها هي اللي ما ديالكش، ولهذا خصك ترد بالك، ما خصش يكون عندك ذاك الحسد اون ابيل بوسيسيف. وزيد على هذا ونذكرها في واحد السكتش، في واحد الحوايج
كاين عاود الحسد اوبسيسيو اوبسيسيونيل بارانوياك حل عينيك تشوفو تيهضر في التليفون نعم هضرتي واش قلتي له شنو هو ها تشوف داير الطوموبيل شي واحد قال الله يخليك وريني الطريق علاش هضرتي مع اولياك وليتي الطريق باش يجي عندك للدار هذاك تيتسمى مرض ايه هذاك خطير علاش خطير لانه تيمكن يسبب الطلاق القتيله واحد السكتش عجيب شتو على هذا الحسد سي اون مالادي وكاين الحسد اللي عاد خلاق الخامس النقطه الخامسه اللي عاد خلاق هو هاد المصيبه ديال التليفون هاد المصيبه ديال الانترنت هاد المصيبه ديال لاشات انت جالس ومراتك تضرب هكذا هو جالس ومراته وهو تيضرب هكذا ولا صاحبته ولا ولده ما تعرفش شنو وقع مشيت لواحد الدار يلاه البارح دخلت نسلم على البنت اللي عمري ما شفتهاش هادي 3 شهور ولا 4 شهور وما عرفتش من رمضان خديت رمضان يلاه خصها تبوسني وتعنقني وتمشي يا خدها ايوا انا تجيني الغيرات من هاد الناس غادي يمشي للتليفون بالتخبيعه ديالهم غادي يشعلو وغادي نقلب مع من هضر وكيتكلم في التليفونات مع من هضر او في التالي غادي يمكن نجبر شي خطر الوغ فوالا ان بيتي بو الحسد كيتعامل الحسد دعود يمكن يكون نيت تحصل على شي واحد هي انه عنده واحد الميزه كبيره هذاك الراجل ولا داك المراه تو لادمير وعامل بحاله وما تمشيش تحسدو عامل بحالو الوغ الحب اللي تيحب بلا نمشي واحد تيبدا يحسد اللي جالو لامور امين لا جالوزي اي لا جالوجي اي لا جالوزي ترانسفورم لامور عقلو على هاد الكلمه اللي قلت يفو فير اتونسيون الا حبيتي تنجا من الحسد وتخاف منه انا تنقولها لكم خصني نخاف منه لا سافي بغشي شوية شي شوية غمض عينيك عمل عين ميكا كيف تيقولو رد بالك الأغاني اللي غادي تسمع ما تبقاش غير عليك والغيرة تيقول أو داكشي الأغاني خصهم يتصلحو والدار ديالك تصلحها وتخمم في الزوج ديالك ولا في الزوجة ديالك في صاحبتك ولا في العلاقة ديالك ما بين وليداتك باش ما يخلقش هاد الحسد اللي بصفة تيكون مهولة اوبسيسيونيل ولا بوسيسيونيل ولا دو على شات هذا موضوع واعر حاولت نلخصو وتنتمنى تعطوني الافكار ديالكم وتقولي في نظركم شنو الا نسيت شي حاجه تزيدوها واذا ما نسيت شيء جو بوز ام ما حاسش عليكم واعوذ بالله من شر حاسد الى حسد واعوذ بالله من شر حاسد الى حسد واعوذ بالله من شر حاسد الى حسد Alors, vive les Marocains et les Marocaines et les Marocains.